أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول المؤلف رحمه الله وبما وصفه به السابقون الأولون أنه يقصد الإجماع، وأن الإجماع مصدر من مصادر إثبات الصفات لله تعالى؟ يا أخي قال لك أن السابقون الأولون ما يتجاوزون الكتاب والسنة، هو قال لك بعد أحرف يسيرة قال أن السلف ما يتعدون الكتاب والسنة، ما يحدثون شيء من عندهم أبداً. نعم.